لما تترسهم كلهم خروب اول ما داني يقول الله اكبر صدقني مش هتعيق يعني هننتهي هتغرق لانه انت هتدرس خروب وراه مكرونه بشاميل وراه بانيه وراه سلطه سلطه دي فرعيات وراه مش عارف سمبوسه سمبوسه ولا سمبوسك بتقولوا ايه وراه تفضل تترس انت خلاص حبيبي هتنتهي هتبقى عارف الرجل اللي بيجيبوه في الافتتاحات الهوا اللي بيفضل يعمل كده ده انت ده ولو هتصلي التراويح ترجع تضرب كنافه وبسبوسه وقطايف وتيجي تاني يوم تشتكي انا تعبان ليه في الصيام انا الصيام مالك انا ما ارضاش عارف صيام ايه يا قلبي صيام ايه يا حبيبي هو انت جمل هتسترجع الاكل هو فيه ايه هو انت بتاكلش غير في رمضان